من درعا المعتصم، أهلا بك. آخر الأخبار الواردة من درعا تفيد بتحرير سرية زيزون، ما أهمية هذه السرية وأين تقع؟ نعم أستاذي، بداية ما تزال محافظة درعا تدك بمدفعية العصابة الأسدية وبراجمات الصواريخ كعقوبة للمدنيين على عمليات أبطال الجيش الحر. ونحب أن ننوه إلى أهم مراكز القصف، بداية كتيبة المدفعية 285 المجاورة لملعب البانوراما، واللواء 12 والفوج 175 بمدينة أزرع، واللواء 61 بمدينة نواة، وسكن تل السمن والبكار، بالإضافة إلى كثير من الحواجز التي تم تعزيزها بالمدفعية. في سياق متصل، كثفت عصابات الأسد من غارات النيك على مدن وبلدات المحافظة، حيث شن الطيران المروحي الحربي الميك غارات على كل من بلدات داعل والكرك الشرقي وكحيل وأم الميادن والطيبة وصيدا، ملقيا براميل التي ان تي وقنابل عنقودية وصواريخ الميج. أسفر القصف عن عدد كبير من الجرحى وأسفر عن تهجير عدد كبير من المواطنين، حيث لم يعد لهم مأوى بعد تدمير بيوتهم بهذه القذائف، في ظل تدمير شبه كامل للبنى التحتية. سرية زيزون تم تحريرها قبل أيام من قبل أبطال الجيش الحر. هذه السرية التي تتموقع على أطراف وادي اليرموك، حيث تقوم بكشف وادي اليرموك بالكامل، حيث تم تحريرها واغتنام كل السلاح بداخلها واغتنام 5 دبابات، وبالإضافة لأسلحة وكميات كبيرة من الذخيرة، وقتل كل من كان بداخلها. وبالعودة إلى درعا البلد التي لا تزال معركة الرماح العوالي مستمرة إلى هذا اليوم، لتدخل يومها 41، حيث سطر أبطال الجيش الحر بطولات رائعة متقدمين على قوات الأسد، حيث تم في آخر الاشتباكات من تدمير عربتين بي ام بي وقتل الطاقم المتواجد بداخلهن بالكامل، بالإضافة لوضع كمين لقوات الأسد، تم قتل جميع العناصر عدا عن قناص المنتشر المحاصرة على جميع الحواجز الأسدية، حيث يتم قنص عدد كبير من قوات الأسد. وفي درعا المحطة التي أيضا تشهد تضييقا أمنيا كثيفا في ظل نشر الحواجز الطيارة في أغلب أرجاء المحافظة التي مهمتها الوحيدة إهانة المدنيين والتنكيل بهم وشتمهم وضربهم، واحيانا تقوم باعدامات ميدانيه واعتقالات. ايضا ما تزال قناصه النظام تعتلي المباني العاليه في درعا المحطه التي تسيطر عليها قوات الاسد وتستهدف المدنيين بشكل عشوائي. شكرا لك المعتصم بالله، مراسل شبكه شام، كنت معنا من درعا، شكرا على هذه المعلومات.